أنا أكلمك من خارج الكويت طبعاً وما حضرت اجتماع، لكن زودت طبعاً بما حصل بالاجتماع والحمد لله. أعتقد 13 نادي اللي هم عطوا الشرعية والموافقة بأن اللجنة المعينة الآن هي اللي تدير الاتحاد بالشؤون الداخلي والشأن الخارجي، إن شاء الله في من خلال طبعاً الترشيحات الجديدة اللي اتخذها مجلس الإدارة لممثلين الاتحاد الكويتي للاتحادات الآسيوية خلينا نقول، أو الاتحاد الدولي أو الاتحاد الخليجي أو للجنة التنظيمية لكأس الخليج في هذا الجانب. فأعتقد إحنا أعتقد حدنا الشرعية الآن أو خدنا بما يعني وافقت 13 نادي بأن هذا الاتحاد هو شرعي وهو اللي يمثلنا في هذا الجانب في داخل الكويت، وأيضا حاولنا كثر ما نقدر في طريقة مناقشة رفع الإيقاف، وأعتقد صار في إجماع من 13 نادي، لكن عدم حضور فقط نادي واحد هو نادي القادسية، وتحفظ على الحضور في هذا الاجتماع اللي يعتبر نادي القادسية بأن هذا الاجتماع غير شرعي وغير قانوني في هذا الجانب. وإحنا أعتقد زين الدعوة للجمعية العمومية غير عادية في تاريخ 13/11، وأعتقد لازم نطوف عليه أسبوعين ونطوف عليه أسبوعين المدة القانونية في هذا الجانب. أعتقد حتى يمكن تناقش في هذا الجانب في الاجتماع مع الأندية، يعني إذا بنقيس على نادي برقان أعتقد تصويت الجمعية العمومية في الاتحاد السابق هو اللي أسقط أو عدم السماح بمشاركة نادي برقان، فإحنا فضلنا بعودة نادي برقان ومشاركة. طبعا أنت نادي برقان يضم حوالي 170 لاعب، إذا أنت رفضت مشاركتهم السبعين لاعب وين يروحون؟ فإحنا اتخذنا في كلمة صاحب السمو من البلاد أن لموا الشباب وسامحوا الشباب والأمور هذه كلها، فارتأى مجلس الإدارة أن يرجع نادي برقان، وطلعنا لجنة متمثلة بخالد الفطي يستكشف ويشوف الإمكانيات المتوفرة عند نادي برقان، وأعتقد سمح المجلس بعودة نادي برقان. لازم نضيفها في الجمعية العمومية، وأعتقد أخذنا بالإجماع بعودة نادي برقان في هذا الجانب. والشغلة الثانية، وأعتقد في ناديين عدم استيفاء الشروط لعضوية الجمعية العمومية في تشكيل الناديين، واعتقد أيضا بالإجماع نفس ما كانوا بالإجماع بالسابق بدخولهم، أيضا الآن بالإجماع بعد قلت لك نادي القادسية في هذا الجانب. فأعتقد أن الأمور واضحة، وإن شاء الله إحنا في مسعانا في الاتحاد الكويتي كرة القدم اللجنة المعينة نحن ندير الشأن المحلي بإدارة المسابقات والحكام الأمور في الجانب، وطبعا بتنسيقنا مع الهيئة العامة والقيادة السياسية في هذا الجانب. وأعتقد استماد شرعيتنا والحمد لله من خلال مقابلتنا مع صاحب السمو البلاد اللي أكد على لجنتنا وحثنا على العمل في هذا الجانب، وأعتقد قال لنا طبقوا القانون، وإحنا والحمد لله قاعدين نطبق القانون ونخدم مصلحة الأندية الكويتية ومصلحة الكويت في هذا الجانب. رغم تأييد الأندية الكامل للاتحاد إلى أن تحركات مضادة وغير مبررة في الفيفا ضد إجراءات الإصلاح الأخيرة، كيف ترى هذا الموقف وكيف ستتعاملون معه؟ يعني ماكو شيء جديد، هو الإيقاف ترى مو من لجنتنا، يعني الإيقاف يعني حتى من كان الاتحاد السابق كان هناك إيقاف، لكن الآن يعني مسألة الإيقاف ومسألة حتى مو بس على الكرة الكويتية، حتى في اللعبات الثانية والاتحادات الثانية في هذا الجانب. فما أنا ماني عارف، يعني إحنا يعني نقول عن نفسنا إحنا كويتيين ونتكلم ونحب الوطن وهذا، فكل خلونا كل بنا نتفق ونتحد، أوكي خلنا نختلف لكن خلافنا لا يطلع برا الكويت، لا ينتشر برا الكويت. والضحية مو أنا الضحية ولا غير الضحية من الأعضاء، الضحية اللي هم الشباب الجيل القادم في هذا الجانب. فأنا واحد من الناس عندي رئاسة لجنة الصالات، عندي منتخب مقبل في شهر 5 على تصفيات آسيا، وأنا بطل الخليج مرتين ولاعب في كاس العالم والرابع على آسيا، فأنا صعبة بالنسبة لي أن أشوف لاعبيني ما يشاركون بس مجرد المشاركة المحلية، فهذا ضرر بالنسبة للاعبين. فإن شاء الله كلنا نتحد ونتفق أن يرجع النشاط. فالفيفا يعني ماكو شيء جديد، يعني أوريدي أنه بالسابق كان في إيقاف، والآن هناك بعد قرى ثلاثة تحصل من أشخاص معينة من داخل ولا خارج الكويت، لكن كل هذا ما يصب في مصلحة الكويت. فإحنا نتمنى نحن كلنا نتفق ونرجع النشاط بالأساس قلت لك إياها، والأهم في هذه الحلقة اللي هم الشباب. عضو اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم حسين الخضري، شكرا جزيلا لك.